شو ما بردت؟ أنت ما نمتي؟ لا. طيب نامي. ماشي رح نام. أنت ما بتبرد؟ لا بنوب. صحيح، أنت شخص لا بتتوجع ولا بتبرد أبدا ولا حتى بتتعب، مو هيك؟ إيه هيك تماما. نامي. بس هيك بتمرض؟ والله معقول هالشي، يمكن أمرض بس خليكي بحالك هيك أحسن. شو رح تضل هيك تجاوبني؟ ليش رح تضلي عم تحكي؟ نصحتك، اعمل شو ما بدك. بعمل إذا تركتيني. ليش ما بتقول إنك فقت وليش ما فيقتني كمان؟ عم أحكي معك. على شو عم تتطلع؟ وشك لهنيك. بالعادة ما بقلك إني فقت، مو هيك؟ وشك لهنيك، يلا بسرعة. شو صاير له هاد؟ مو في كتير نسوان حواليك؟ وذكاؤهم أقل من ذكاء موبايلك؟ تفرج عليهم. لوين رايح؟ راح أعبي بنزين بالسيارة، أنت ابقي هون وانتظريني. ألف صحة. أكيد رح أمرض. رح نروح هلأ على البيت؟ ايه على البيت. منيح، على فكرة كنا بحاجة كتير لهالاستراحة. هلأ منروح على البيت منغير تيابنا وبعدها بتوصلني على المشفى. منرتب القصة. ليش بدها ترتيب؟ شو قصدك؟ يعني تضايقت مني وانسحبت لأني حكيت عن رفقاتي؟ أنا ما بنسحب. ايه شو بدك ترتب لك؟ لنروح على البيت بقلك. تراجعت وعم تقولها بذوق؟ بكفي حكي أصلي.